كمجتمع صعب جدا تشتغلي كأنثى تشتغلي على تريلا. هلا أنا بالنسبة وأنا أتدرب كان في صعوبة كمان في المجتمع، في ناس بشجع الفئة القليلة بتشجع إنه تسوقي تريلا، في ناس كان صوته عالي في الشارع يحكي لي لا شو بدك في التريلا إنتي. لو تغير النقل كبيرة كان لما نشوف واحدة بتسوق تريلا ما بكونش ردود فعل أو بتكون ردود فعل إيجابية، بس في تغير إيجابي بس مش كبير وبنقدر نعمل كل شيء. كأنثى بتقدر تشتغل تطلع تريلا تنزل، أنا بصحتي وبقدر، يعني أنا مدام مقدرة هذا الإشي وما إني ما أضرش حدا حوالي إنه بقدر أمشي فيها، يعني وأنا مش خايفة، أنا واثقة من حالي إني بعرف أسوق. قمنا بالفحص من شقين اللي هو فك وتركيب الساندة عن المستندة والسياقة في الشارع. خليك خليك.